يلا يا نسمة احكي بقى وقولي. نبتدي بالستين ده، اشمعنى ستين على رأي الأستاذ؟ طيب هو مبدئيا سلسلة الأمثال بتاعتي اسمها بيقولوا، ليه؟ علشان هي نفس الفكرة دي، بيقولوا 114 كذا كذا. أنا ما حد بيقول لك أنتِ عاملة إيه كويسة فتقولي له أنا 100 فل و14، أو زعلانة من حد فيبقى 60 إكس أيا كان. فالفكرة بقى جاية أصلاً منين؟ أوكي، من الحضارة المصرية القديمة كله؟ يا خبر. لا دول إشمعنى؟ ليه بقى؟ لأنه هم كانوا بيرسموا على المعابد عشان يعملوا أي رسمة بتترسم في شكل مربعات صغيرة. تمام. وكل عنصر من عناصر الرسمة موجود في مكان معين في المربع الفلاني مش في غيره. تمام. عشان يرسموا شخص كامل سليم كان بيترسم في 114 مربع. رجل أو امرأة مثلا سليم. 114 يعني أنا أنت كامل. كويسة. أنت كويسة. أنا تمام. و60 كانت بتتعمل للحيوانات زي الكلاب مثلا، بتترسم في مربعات عددها 60. اوكي. اصل الموضوع اصلا جاي من الرسومات اللي على جدران المعابد. طيب جت الحزينه تفرح ما لهاش مطرح. دي بقى تراث شعبي بحت. كتير بقى. ده تراث شعبي بحت من الموروثات يعني اللي بتتقال. اوكي. انه كان بيتقال انه زمان في مدينه من المدن كان في عيله كريمه جدا 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 اسمها عيله تفرح. والعيله دي عيله تفرح؟ تفرح. أوكي. تفرح. العيله تفرح. أوكي. اوكي. وعندهم بنوته جميله جدا جدا اسمها الحزينه. مش معقول اسم سيء. اوكي. وبعدين في يوم من الايام جه للمدينه دي شاهد تجار نزل وكان بيشتري حاجات وبيعمل حاجات وقرر انه هيبات في المدينه. فهيبات فين؟ هيبات في بيت اكتر حد كريم اللي هو بيت عائله تفرح. تفرح. المهم ان هو لقى انه فعلا العيله كريمه جدا والبنت جميله جدا، فقرر ان هو يجوزها لابنه اللي اسمه ألها. واتخطبت ألها والحزينه. خطبوا البعض، وقبل ما يتجوزوا على طول حصلت خناقه كبيره ما بين الاثنين، والحزينه يعني اتعصبت جدا، وبعدها حاولت تعتذر لقالها اللي ما قبلش اسفها، ويوم الفرح قرر انه ما يجيش. فانتشر ما بين المعازيم اللي قاعدين انه جت الحزينه تفرح اللي هو اسمها. ايوه. ما لقت لها مطرح. ما لقت لها اللي هو خطيبها مطرح، هو ما جاش، لانه المثل ده موجود في مصر وفي البلاد العربيه خالص. احنا عندنا بنقول جت الحزينه تفرح ما لقت لهاش مطرح. تلاقي في الدول العربيه جت الحزينه تفرح ما لقت لها مطرح. اوكي. نفس الحكايه. سكتنا له دخل بحمار. سكتنا له دخل بحمار. وبرده من التراث الشعبي اللي بيقول انه كان الاعيان بتوع المدينه بيتجمعوا يوم في الاسبوع وبيشوفوا فيها احوال المدينه ويحلوا المشاكل والحاجات دي كلها، وبيتجمعوا في مكان معين. والطبيعي ان اي حد من العامه بيعدي في الوقت ده على الاعيان لازم لو راكب على دابه او على حمار او على حاجه بينزل ويرمي السلام ويمشي، ما ينفعش ان هو يعدي على المجلس وهو راكب. تمام. في وقت في يوم من الايام جه واحد كان راكب على الحمار بتاعه ومعدي، فهم لقوه راجل كبير قوي وشكله تعبان وبتاع، فجه ينزل قالوا له لا 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 ما تنزلش، عدي خلاص مش مشكله. اوكي. قررت مره اتنين تلاته لحد ما في مره دخل عليهم المجلس بقى ماشي بحماره بمنتهى الثقه، فوقف واحد من الاعيان قال له لا احنا عشان سكتنا له دخل بحماره لازم تنزل من هناك وتعدي وتحترم القواعد، مش معنى ان احنا عملنا استثناء ان هو يبقى القاعده. بقينا بنقول لاي حد بتدي له استثناء فيتعامل معاه لانه عادي، فيقول لك هو احنا عشان سكتنا له دخل بحماره. اخر خدمه الغز علقه. بس انا بقول كل الحاجات المؤلمه يعني. الغزاة الغاية. هل معناها الغزاة؟ الغزاة. الغزاة. يا خبر ابيض. فعلا له منطق. دي كانت بتتقال الحدوته بتقول فيها انه ايام المماليك كان المصريين بيتعاملوا مع المماليك انهم غزاة. وكانوا المماليك لما بيدخلوا في اي مدينه او قريه بيستعبدوا اهلها وبياخدوا الرجاله دول بيشغلوهم عندهم، فبيقعد شغال معاه طول الوقت ويعمل له كل حاجه، ولما يخرجوا من القريه دي يمسكوا الرجاله بتوع المدينه كلها وبيدوهم ضرب مبرح. يا ساتر. قبل ما يمشوا. فبقى بيتقال ما هو اخره خدمه الغز علقه، يعني صح. لما بتخدمي الغازي او اللي جاي يحتل مكانك عمرك ما هتشوفي خير، اللي هيلاقي لك ايه في الاخر وهو ماشي هيعمل ايه؟ اوف. تصوري يعني لا هايلة. انا فاكراها الغوازي والله. يا ربي لا لا. طب قولي لي في حته دخول الحمام مش زي خروجه. طبعا. ايه ده؟ ده كان في العصر العثماني. في واحد في العصر العثماني عمل حمام تركي
وقال لكل الناس انه اي حد هيجي يدخل الحمام ده مش هيدفع فلوس خالص. فالناس كلها جت ودخلوا واتبسطوا جدا وقضوا اليوم واستحموا بقى وعملوا تكيس وكل الحاجات دي. وهم خارجين لقوا ان صاحب الحمام واخد اللبس بتاعهم كله وقافل عليه وقال لهم هو محدش هيخرج غير لما يدفع رقم معين من الفلوس. قالوا له الله، بس انت قلت انه دخول الحمام مجانا. قال لهم بس دخول الحمام مش زي خروجه. لا حلوه قوي قوي.